قولي سامعيني. كان في رجل مريض انزين وعنده عيال، فحق يعني قبل ما يموت يقول لهم شيء عن الاتحاد، فنادى احد عياله وقال له جيب لي حطبه واحده، فياب الحطبه وخلى اولاده كلهم قاعدين، عطى الحطبه حق اول ولد من اولاده قال له اكسرها، فكسرها انزين، وياب حطبه ثانيه بروحها، يعني عطى كل ولد من اولاده حطبه واحده وكل واحد منهم قدر يكسرها. قال حق واحد من اولاده روح جيب لي مجموعه من الحطب، راح ياب له مجموعه من الحطب وربطهم وعطاهم حق ابوه. فقال له ابوه حاول انت يا ولدي تكسر مجموعه الحطب هذه. فيا الولد هذا يحاول ما قدر، قال له عطيه حق اخوك، حاول الثاني ما قدر، الثالث ما قدر، كلهم حاولوا وما قدروا. انزين فقال لهم ابوهم شنو عرفت من العبره هذه اللي انا حاولت اقول لكم اياها؟ فقال لاحد اولاد الاتحاد، فقال لهم احسنت يا اولادي، الاتحاد هو نوع من القوه، وكل ما اتحدتوا كل ما كانت القوه اكبر. فعلا 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 يا وفاء، كل ما اتحدنا كل ما كنا اقوى، وما قدر احد يتدخل فينا ابدا. لكن اذا كان تفككنا ضعفنا مره واحده. صح يبا. وهذه محسنه وصلت. يا هلا عليكم السلام. عليكم السلام. قاعدين نقول قصه فاتتك يما حلوه. اي قصه عن الاتحاد. انا بعد بكم الشاشه وتفضل يا محسن. مشكوره مشكوره يا محسن. تسلمي ايدك يما. ليش؟ هاك حبيبي. شكرا شوي سلامتك يا ولدي. بالله عليك انكت عليك. حصل خير حصل خير الحمد لله. ما جاء شيء انكت عليك. معلش جات سليمه يما. ما ادري شلون سكنت الشاي انزلقت جديده. المهم انه ما حصل له شيء ولا حاجه، هذا اهم حاجه. الشاي حار وايد وانا خايفه عليه لا كانت يتعري له بعد صلختها. ما حصل الخير ما صار شيء. اهم شيء يما ان حسن ابتعد عن الخطر بالوقت المناسب. هذا شيء من عند الله سبحانه وتعالى، يعني الواحد يحس بالخطر قبل يوقع بثواني، وهذا شيء من الله سبحانه وتعالى. صحيح. مثل الرادار بالضبط. يعني تقريبا. يبا أنا أسمع عن الرادار وأعرفه، لكن شنو هي طريقته وشلون يستعملونه ما أعرفها. والله يا بنتي هذا الرادار مهمته كبيرة جدا. هذا الرادار يتركب علشان يعلم أي بلد بوقوع أي خطر قبل يصير. وإذا كان مثلا هناك قارة جوية ولا شيء، هذا الرادار يعلمهم قبلها بساعات علشان يأخذون احتياطاتهم والناس يتخبون وكل شيء ولا حد يدري عنهم. الرادار هذا مهم جدا للحياة البشرية. إيه فعلا مهم جدا للحياة البشرية. يعني يبغى يستعملونه مثل بالأرصاد الجوية. ويستعمل كذلك بالأرصاد الجوية. أعتقد إن عندك قصة أنت على هذا الموضوع. قصة إيه وصدق. قصة القط والفيران. أنا ترى سامعها من قبل. الظاهر نسمعوا يعني. الظاهر بيقولون قصص حق بعضهم وإحنا ما نستمع. لا يبغى. ما لكم حق، لازم تشاركونا بالقصة. إيه معكم. سامعين. شوفوا يا عيال، كان في مجموعة من الفئران ساكنين هالجحر بأمان. قط كبير متوحش هالقط، كل ما يطلع فار ياكل، كل ما يطلع فار يا اما ياكله ويفترسه يا اما ما ادري ايش يسوي فيه. هالقط هذا يلحق كل فار يطلع من الجحر. لا حول ولا قوه. وكل ما يطلع فار من الجحر يبي يروح يجيب له اكل ولا شيء، وهو وحظه يا اما ياكل القط هذا يا اما يرجع حق الجحر بسلام. يما هذه حياتهم مهدده. طبعا يا حبيبتي مهدده. يعني شو يسوون اذا قط هالكبر؟ ما راح تكون مهدده؟ بلا. نعم. اقول لكم ايش سووا الفئران. يوم من الايام هالفئران اجتمعوا كلهم بهالجحر على اساس يفكرون بوسيله يتخلصون من هالقط وهالكبير اللي مهدد حياتهم. قاموا واجتمعوا كلهم وقالوا نجيب جرس صغير ونعلقه برقبه هالقط هذا علشان لما نسمع حس الجرس هذا ننحاش وندش كلنا بالجحر. يعني يعرفون موعده. طبعا يعرفون موعده. على شلون يما عاد هالقط ما له مواعيد؟ طبعا له مواعيد، بس هم ما يعرفون الا لما حطوا شنو الجرس. القط تبرع واحد من هالفئران الشجعان وقال انا اروح احط هالجرس برقبط هالقط وهو نايم. زين. طبعا سووا الشيء هذا وحطوا الجرس برقبط وين؟ القط. وصار كل ما يمشي ولا يركض القط وهذا
يسمعون صوته، بس يسمعون صوت الجرس كلهم يركضون على الجرس. زين عشان هذه قصة حلوة يا أمه. هذه القصة اللي مثل ما أبوكم قال عن الرادار، إن الرادار مهم بحياة الإنسان. إيه فعلا الرادار مهم بحياة الإنسان، وأعتقد وفاء توها قايل الكلام هذا. الرادار كذلك عيالي يستخدم في الأغراض السلمية. مثل إيش يبا؟ أقول لك يا ولدي، الرادار يستخدم في الأرصاد الجوية علشان يعرفون فيها الحرارة والبرودة وارتفاع الجو وانخفاض الجو، وهلما جرى من هالأشياء هذه. هل هذا اللي نسمح بنشرة الأخبار؟ بالضبط، نشرة الأخبار هذه أول شيء يتلقون المعلومات من الرادار، وبعدين نشرة الأخبار يقولونها في نشرة الأخبار. بس يا أبو حسن مرات نشرة الأخبار تكون مو مضبوطة. والله يا أم حسن هذه يعني الجو بيد الله سبحانه وتعالى، مو بيد أي أحد. ممكن أن يقولون والله الرياح شمالية تصير جنوبية، لأن اللي حرك الرياح رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا نسميها تنبؤات جوية. عدل، مرات تحس ان الجو يكون حار ولا فجأة تلاقيه بارد كلش، وايد الواحد يعني ما يمين. يا حسن الله يهداك الله يهداك، اقول لك تنبؤات جوية، صبحكم الله بالخير فيكم انتم تشوفون تنبؤات جوية. اقول يا مجدي حسن ما مشوف هاليومين ليه؟ حسن معتكف في قراءة القصص والحكايات. معتكف قراءة القصص والحكايات؟ ها يا أخي ما يكفي التعب والمذاكرة والكتابة أيام المدرسة. على العموم القراءة الحرة مفيدة. وإنت ما بتعمل مثله ليه ما دامك تدافع عنه؟ ومين قالك أنا ما معمل زيه؟ أنا كل يوم قبل لا أنام أقرأ لي شوي. أوه يا أخي العطلة حطوها بس للعب والتمشية وبس. الإجازة حطوها علشان نضيع أوقات مثل أشياء مفيدة، مثل ما اللعب يقوي عضلات الجسم، فالقراءة أيضا تنشط العقل تساعد على التفكير. أنتم أحرار. مغرور. وين العيال؟ ماني بسامع صوتهم. وفاء بغرفتها قاعد تقرا، وحسن هم بغرفته قاعد يقرا. شيء طيب شيء طيب، هذا شيء جميل. صار لهم كم يوم على هالحاله يا ابو حسن؟ معليش يا ام حسن، خليهم يقرون ويتعلمون، لانهم يسوون شيء الحين ما يحسون فيه، لكن بكره لما يكبرون بيحسون فيه، لانهم بيتعلمون العلوم المختلفه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. ايش تقرأ فيها حسن؟ أشوف ما شاء الله عنتر بن شداد مرة واحدة. هذا عنتر بن شداد يبا شجاع وقوي جدا. فعلا شجاع وقوي فعلا، لكن يتهيألي مو بكنا اسلوبه شوي صعب عليك وما تقدر تقرأ فيه؟ لا أبدا يبا فهمت كله. طيب شيء طيب، وش الكتب الثانية هذه؟ سجابات البحر والرحلات السبع، بطل الأبطال. أشوفك طايح في كتب الشجاعة، خير إن شاء الله. يعني الشجاعة يا ولدي نوعين، شجاعة جسمانية وشجاعة عقلية، والثنتين ما يستغنون عن بعض. يعني الإنسان يستفيد من الشجاعة الجسمانية علشان يدافع فيها عن نفسه، ويستفيد من الشجاعة العقلية علشان يدافع فيها عن حقه. طيب يبا إيش الفرق بين الشجاعة الجسمانية والشجاعة الأدبية العقلية؟ وين جاية عندك كلمة الأدبية؟ من وين خدتها هذه؟ من الأستاذ علي أستاذنا. طيب وتأخذها من الأستاذ علي وما تعرف معنى الشجاعة الأدبية؟ استحيت أسأله. هذا الغلط بنفسه، الحين أنت ما تعتبر عندك شجاعة أدبية أبدا. أنا؟ فعلا، لأنه الإنسان لما يغلط ويعترف أنه غلط مثلا هذا تعتبر شجاعة أدبية. لما مثلا تسأل الأستاذ علي عن سؤال ما تعرفه تعتبر كذلك شجاعة أدبية. لابد تواجه الناس في كل موقف علشان تصير عندك شجاعة أدبية. الحين أنا فهمت يبا. علشان كذا نقول الإنسان لابد تكون عنده قوة جسمانية وشجاعة أدبية. يا يبا أنا كنت فاكر أول أن الشجاعة هي بس القوة وبس. لا،
ناس كثير فهمانين ان القوة الجسمانية هي فقط الشجاعة. بالعكس، مثلا عندك عنتر كان قوي جسمانيا وكان قوي ادبيا، وقدر يواقف الناس ويهاجمهم لا بسيف ولا برمح وانتصر عليهم. وانا علشان ابسط لك الموضوع هذا رايح اعطيك قصة عن عنتر يمكن ما هي موجودة عندك في الكتاب. هاي يفا، تبي تقول قصة الحسن بس؟ وفاء؟ اي وفاء. شنو انا ما نكفو اسمع القصة؟ شوف لبنية. انا قلت طالما ابوي موجود في البيت يبي يقول قصة الحسن. اي وجيتي علشان يعني تسمعين القصة. اي والمهم ان انا جيت قبل لا تبتدون بالقصة. اي شيء طيب. نعم. يبا سمعتك تقول الحسن ان عنتر عنده قوة جسمانية بجانب شجاعته الادبية. شوف لبنية أثرها معانا وسامع الحكي كله اللي نقوله. طبعا يا عيالي مثل ما قلت لكم عنتر كان شجاع وقوي وكان يسمى أبو الشجعان وفارس الفرسان، وعلشان كذا كان من الإنسان الناس الأقوياء. مضبوط يبا. طيب وشجاعته هذه الجسمانية مستمدة من شجاعته الفكرية والأدبية، يعني كان إنسان عنده قدرة وإيمان إنه يواجه المواقف وواجه الناس. يعني يبقى قصدك تقول إن الشجاعة الجسمانية ما هي كفاية عشان الإنسان يدافع فيها عن نفسه؟ بالضبط يا ولدي، وأنا أبغى أقول لك مثل علشان تعرف الشيء هذا. أفرض يا حسن إنك قوي جسمانيا وجيت تهاوشت يا واحد بس أنت مو على حد وهو على حد، تأكد إنك رايح تنغلب. ليش؟ لأن الإنسان لابد يكون عنده إيمان على القضية اللي بدافع فيها علشان كده ينتصر. يعني يبقى الشجاعة الأدبية العقلية نعمة من الله بالضبط. عشان الواحد يقدر يصرف الشجاعة الجسمانية صح. بالضبط، والنعمة هذه لازم تستخدم في الصالح العام مو في الباطل. فهمت يبقى. وبعدين عيالي عنتر بن شداد كان عنده أنواع كثيرة من الشجاعة. وعنتر بجانب أنه كان شجاع كان عنده وفاء. وفاء؟ كان عنده بنت مثلي أنا؟ لا لا يا بنتي، وفاء يعني إخلاص ومحبة وود. شلون يبا؟ عنتر لما راح للملك النعمان، طبعا الملك النعمان قام أكرمه. ويوم أكرمه وجاءوا قومي يعني يحاربون الملك النعمان، وقف عنتر معاه وحارب إلين انتصر على أعدائه. قام بعدين الملك النعمان كافئه واعطاه الخير كله وخلاه يرجع الهلا. يبا نعم. عنتر هذا فارس قوي جدا في صفات كثيره يا عيالي، ودي انها تكون فيكم الشجاعه والوفاء، وفي بعض صفه ثانيه ودي انها تكون معاكم. شنو يبا؟ المروءه. المروءه؟ نعم. يعني يبا المروءه هذه كانت موجوده في عنتر؟ فعلا المروءه كانت موجوده في عنتر. مثل ما قلت لكم لما كان عند النعمان حبه النعمان وقربه منه. ولما قربه منه طبعا هذا أوجد الحقد في قلوب الحاسدين، وعلشان كذا وقفوا ضد عنتر. لا 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 يا عنتر، لا لن تغادر الديار حتى آمر لك بما طلب. بارك الله فيك يا مولاي. هيا بنا. تفضل يا مولاي. لا بد من قتل عنتر، فبعد أن كنت أنا المقرب إلى النعمان بن المنذر أصبح عنتر هو المقرب إلي وأخذ مكاني. لا تنسى أن عنتر رجل عظيم وشجاع وله مواقف عديدة يشهد له فيها النعمان. ولكنني أغار منه، أحقد عليه وأود له أقطعه بخنجري هذا إرما إرما، لسوف أفعل. ولن يخرج عنتر من هذا القصر إلا جثة هامدة.